Salam alaikum. عندي هاد الظلام تاع هادو، سمحوا لي صوتي شويه مسدود. جايين غزالين، انا مفرشه غير هاد الشكل ال باش يجي الشكل كيفاش كيجي مفرش. وهما راهم فيهم ثلاثة ديال الطلامط، جينا على هذا الموديل هكا. الميطه فيها المرخم، الديكور ديالو كي داير جاي مرخم، فيه جوج دلوينات، فيه الدوغي فيه الارجنتي، الارض في الغوز بيبي او لك الشارك ولا واحد شنو كيقول له. تيجي غزيول تبارك الله، مفرش كامل. انا غير قبلو على التلمات اللي تنديرلهم حيتاش ما فيهمش لاستيك، يعني غير كنقادهم على الفراش وصافي. اما ملي كيدار لهم لاستيك راه كيجيو لاصقين على السدادر. الشكل ديال الخديه كي كيجي فيه ديك الطريزه، نقرب لكم اكثر. ديك الطريزه فيهم فيها السقلي وفيها ديك اللوينات بحال التلميطه. هاد الكاريه هادي ديال ماتلاسي، فيها هاد الزويقه هكا ديال ماتلاسي بالسم. لي كالدو حتى هما هكا، تاهما فيهم ديك الطريزه مطروزه. جينا على هاد الشكل، هما ما شاء الله تيجيو غزالين. قلت لكم فرشين كاملين تيجيو فنين. هاد التلميطه ما بغيتش نديروها كامله مرخمه، اختارينا ان ندخلو فيها شويه اليوني باش تجي ديكرادي مع الخديه. اللون ديالهم غري ارجنتي، هادو عندي فيهم ثلاثة ديال الطلامط ديال 2 متر و60 مفصلين، ولكن ما فيهمش لاستيك. بالنسبة اللي عنده السدادر ديال 2 متر، هذا هو القياس ديالهم، حيتاش هاد السدادر هادو عندي فيهم 2 متر. فيهم 9 ديال المخاد، كاينين 6 كيجيو بهاد الزواقه مطروزه. وكاينين 3 كيجيو على هاد الشكل هذا في الديبار اوني. هو نورمال مخصص الديبار يكون، يعني تنديرو تلميطه اوني وديبار مزوق، حنا درنا العكس، تلميطه كامله فيها مرخم والديبار اوني. كتجي فوق الخديه على هاد الشكل هكا، حتى هي مرخمه. واللي بغى تيدير قلب هاد الخده دي تفريشه واحده اخرى، يعني كيقلب كيجيب هاد الخديه هادي الوسط وتيجيب هادو في الجناب. الخده دي الاخرين كيجيبوهم في الجناب كيعطيو موديل واحد اخر. هما كيجيو 3 في السداري، فرشيهم كيما بغيتي على هاد الشكل هكا اولا الشكل اللي قلت لك. تجيب وحده هذه اللي في الديبار في الوسط، وهادو كتجيبهم ترزه عند الترزه في عند الخديه اللي فيها المرخم.
المهم كل واحد كيفرشهم كيفاش بغا. فيهم قلت لكم 3 ديال الطلامط ديال 2 متر و60، فيهم 9 ديال الخدادي، فيهم 6 ديال لي بتي كوسا. اللي عنده شي صالون صغير في هذا القياس 3 ديال 2 متر، او لا بيت الماكلة او لا شي سيجور يقدر يجيهم فيه زوين. الثمن ديال هذا 1100 درهم، ومرحبا بكم.